هلو حبايبي، راح نشوف اليوم هذا المقطع تجربة شخصية جديدة ونطورها ومشاهدة متعة. وجهزوا حالكم، ليتس جو. مرحبا شباب وبنات، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتم حبايبي. رجعت لكم مقطع جديد حبايبي. مثل ما انتم شايفين اليوم نزلت شخصية الجديدة اللي اسمها داشا باشا، ما اعرف شو كان اسمه، نسيت. باشا، اوكي، خلينا نشوف. داشا اسمها، داشا حبيبي. طبعا الشخصيه نزلت عن عن, عن عرض توب اب او الشراء من المتجر، اوكي حبيبي. معكم فرصه تجيبوها من شحن توب اب من لفتره، راح افرجيكم الفتره حبيبي، من 27 شهر، من 20 لبعد 6 ايام تقريبا حبيبي، او من بعد 6 ايام شباب راح تكون موجوده بالمتجر طبعا. اوكي حبيبي، بالنسبه للشخصيه شباب، ان شاء الله اليوم على البث مباشره راح نعمل مسابقه لهالشخصيه، اوكي حبيبي كرام، ماشي. خلينا ندخل. طبعا جبت الشخصيه انا، خلينا نطورها شوي ونجهزها حبيبي. خلينا نطورها، وين التطوير ليكو. خلينا نطورها ليفل 4 ومع الوقت بنشوف ال اللي بعده. بعد اسبوع الوقت بنشوف حبايبي. مطورها شوي يا حلوين. خلينا ندخل بس نجهزها يا حلوين على رواق. اوكي، راح ندخل جيم دي يا شباب، راح نجربها مع 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 احد اعضاء الكلان. ثواني بس، ليتس جو. قبل ما نبلش كل شيء خلينا نلبسها لبسه حلوه مرتبه، اوكي شو رايكم؟ خلينا نحط لها هاي لبسة، هاي مثلا، هاي نحط لها هاي اللبسة هاي، او اي لبسة ما في مشكلة. راح اروح حبايبي مباشرة على البرج. خلينا نحط لها دول يعني نجربها مباشرة، عادي نحط لها شخصيات عادي. بس طبعا شباب حابب اجرب شغلة، بس ثواني قبل ما نبلش، حابب اتاكد من شغلة حبايبي، انه هالشخصية يا ترى هل ندمج مع ألوك أو لا؟ نتأكد منها حبيبي. أو شخصية، وين ألوك أو كشمير، ما في مشكلة، أو كاي نشوفها حبيبي. هيا ترى ثواني حبيبي، رح نتأكد من شغلة، هل يا ترى بتندمج معهم أم لا؟ ثواني يا حلوين، وين بتقدر يعني ندمجها. ما هي شخصية يعني مثل ما بسموها يعني شخصية نشط، فاهمين؟ مثل ألوك هذول كذا، دول ما نقدر، ما فيهم ميزة خاصة، فهمتوا على كيف؟ اوكي anyway. خلينا نرجع لشخصية البنت، يعني تكون يعني نشوف شكلها الجميل قوي. اوكي خلينا، هي شخصية البنت. خلينا ندخل شباب جيم ديو، اوكي راح نجيب جيم ديو، ليتس جو. اوكي حبايبي، مثل ما انتم شايفين حبايبي، نزلت ديو مع واحدة من احد عضوية الكلان. شو بيقولوها؟ عضوية. اي وين رحتي انت؟ كم دمك؟ يخرب بيت سنتك، ليش رحتي هيك؟ دمي والله عم انزل لعندك، دمي 10. دمك 10 يعني، اذا اقول من هالارتفاع هذا دمك 10. خلينا نشوف انا طبعا حبايبي، دمي 100 حبايبي، يعني دمي 100 وعندي ال الشخصية ما يمطورها ماكس لسه، يعني إذا بالليفل تقريبا، هلا تقريبا ليفلها 4 تمام للماكس، يعني ممكن بالماكس حبيبي يعني راح يبقى تقريبا من الدم 120 حبيبي، هيك تقريبا. طبعا على أنت مطورها على 4 ايه. ماكس، أيوه طبعا حبيبي. طبعا شباب الشيء الحلو بهالشخصية، بس نجرب. تعي الشيء الحلو كمان بهالشخصية حبايبي، انه لما واحد يقفز مثل هيك، مثلا واحد يقفز، شوفوا معي، لما واحد يقفز ما بيصير هذا اللاك، سريعة كتير يعني بالقفزة، فهمت علي؟ مو اللاك يعني، مدة النزول يعني، تعملوا هيك ما بيوقف، بيمشي بسرعة، فهمتوا علي؟ يعني راح افرجيكم. عبي دمك حبايبي، شايفين؟ اوب سريع، روحوا نطي انتي دور، تعالي لمسافة عالية ونطي وامشي، شوفوا الفرق حبايبي. يلا نطي. طبعا شايف لحظة بتوقف فترة بعدين بتمشي، بينما شوفي الشخصية كيف، شوفي الفرق، شوفي على السريع، شايفة؟ مظبوط شوفي انتي؟ لا بتطول شوي لما تمشي، وكل ما بتتطور اكثر بتصير نسبه اكثر حبايبي. اوكي في شيء كمان حبايبي، كاتبين كمان انه بالشخصيه انه بيقلل يعني كيف لكم سرعه تعبئه الدم. هذا الشيء حبايبي جربته من شوي ما مشي الحال، بس رح ارجع اجربه ونشوف. هاتي دم، اعطيني دم،
طبعا حبايبي بنسبه الدم بيعبي الدم، نسبه الدم دايما كلتا عبايه واحد دم بيعبي 75 نقطه دم، اوكي، واربع ثواني. طبعا هذا هو حبايبي اربع ثواني، ما في شيء يعني مكتوب بالشخصيه هالشيء، ما اعرف حبايبي اكتبوا التعليقات اعطوني رايكم، اوكي. يلا حلوة. شايفين يعني زاد يعني تقريبا 75 عادي، ما في يعني ما في شيء جديد، اوكي. يلا حبايبي بدنا نروح الان على الروح، ندخل جيم جديد ونروح فيها، نروح على البرج هذاك الكبير، اوكي، على الوادي ونشوفها كيف. يلا ليتس جو. اوكي حبايبي مثل ما شفتوا بالمقطع، بالمقطع قبل شوي لما كنا بالجيم، هي كان شباب حبيبي كاتب طورتها ليفل 4، تمام، مثل ما شايفين شباب مكتوب فوق، اوكي، تقليل ضرر السقوط بنسبه 50%. طبعا لما من شوي لما قفزت حبايبي كانت النسبه 39، يعني مثل ما قلت لكم يعني بقى من دمي 105، يعني راح يبقى تقريبا 100 و130 وفوق، اوكي حبايبي. تقليل مدى العلاج من السقوط، هذا هو شباب لما تنزلون بتمشي بسرعه، اوكي، وتقليل نسبه الارتداء عفوا ب 10%. طبعا هنا يا شباب هون عندي اياها 7.8، يعني لما توصل ليفلز ماكس حبايبي راح تكون اسرع واكثر من لما تنزل هيك وتمشي بسرعه، فهمت علي؟ هذا هو حبايبي. نانا انت شو فهمتي كمان من الشخصيه؟ شو فهمتي شيء انا عشان نضيفه؟ شو اكثر شيء لفتني تعبئه الدم، وانه بتنط يعني انه لما بتوقع بتمشي بسرعه، يعني ما بتوقف ما بتدقر. نعم اوكي اوكي ثانك يو. يلا راح نروح نجرب، راح اروح ادخل جيم فوق البرج حبايبي ونشوف شو راح يصير معنا. ليتس جو. اوكي حبايبي مثل ما انتم شايفين يا حلوين نازلين انا ونانا على البرج، اوكي، ان شاء الله ما حدا ينزل معنا بالبرج يا حلوين ما يخرب علينا او شيء، اوكي. راح اخليها هي تقفز اول شيء، راح اشوف راح تموت ولا لا. يلا ليتس جو. يلا جاهزه كفو، اوكي، فرجينا قفزة الحرة تبعيتك لنشوف. تفضلي انت. ايه باي باي. واي بقت من دمك 10 صح؟ طالع من دمي 10. صح. يلا شوف حبايبي، لانه دائما لما كنا نعمل فعاليات نحط الدم 50 عشان لانه تموتوا بسرعه. اوكي يلا يلا ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. ليتس جو. راح انط انا. طبعا شباب شوفوا 85، شفتوا 85 من دمي بقى، شفتي؟ طبعا هي على الاربعه يعني، على الأربعة، أوكي؟ يعني على الأربعة يعني على الليفل 6 راح يعني راح يكون 85 إذا الليفل 6 يعني نسبة 50%، يعني ممكن تكون تقريبا 65 بس 65 هيك شيء، يعني ممكن يعني راح يبقى من راح يزيد من يبقى من دمنا تقريبا حبايبي يعني يمكن 145 إيه. لا لما نطورها أكثر راح يبقى من دمنا أكثر. هلا يعني بقى من دمي 45 يضل 45 زيادة قصدك؟ ايه 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 اوكي حبايبي، هذا هو ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبي. بتشكر لاختنا نانا ساعدتنا بهذا المقطع، شكرا لك كثير. ثانك يو حبايبي. شو رايك بالشخصية الجديدة؟ يعملوا لايك واشتراك. ايوه ولا يهمك، راح يعملوا لايك وشيروا الصفحة ولا يهمك، راح يعملوا كل شيء. اختنا نانا شو رايك بالشخصيه انت بالنسبه لك؟ والله على حسب ما شفتي ظريفه حلوه يعني، بس طبعا في شخصيات افضل فيها يعني، أوكي. فيك تحطها شخصيه اضافيه. نعم اوكي حبيبي. هاي الشخصيه شباب ممكن تنفع كثير للشباب، للناس بيلعبوا سكور، لان بينزلوا بعيد مكان بعيد ممكن. فهمتي علي؟ اي فكره راح اقول لكم اياها. اوكي حبايبي ان شاء الله عجبكم المقطع يا اساطير، بتشكر جميع كل ما تابعنا، ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع حبايبي. لا تنسوا تحطوا لنا لايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس، ونشوفكم مقاطع جديده. باي باي.